بس يا عم قمت انا قايله لها الكلمتين وخارجه على طول. وهي ما طردتكيش مثلا او ضربتك بالكوبايه؟ لا هي كانت محترمه جدا، وحتى لو كانت طردتني انا ما كنتش هزعل. عارف ليه؟ ليه؟ لاني قلت لها الحقيقه وقلت لها الكلام اللي المفروض يتقال. يعني انت مستكتره عليها حتى انها تفكر يا هديل؟ تفكر في ايه يا خالد؟ في حاجات ما بتدخلش العقل اصلا. بس طالما البنت كلمتك وفتحت قلبها معاكي يبقى معتبراكي صاحبتها، وصاحبتها جدا كمان. ايوه ما هي صاحبتي جدا. ايوه وما ينفعش رد فعلك معاها يبقى بالشكل ده. اللهم انا ما قدرتش امسك نفسي. هديل عايز اسالك سؤال، هو انت قلتي لجوزك ان احنا نعرف بعض؟ لا طبعا. تمام، اذا انت فكرتي واخدتي 5 دقايق من وقتك ونقيتي احسن حل ولقيتي انك تكدبي على جوزك وما تقوليش. طب ما انت كمان ما قلتش لمراتك. انا كنت متاكد انك هتهاجمي من غير ما تفكري انا ليه بقولك الكلام ده. ايوه فعلا انا عملت زي ما انت قلتي واخترت نفس الحل وكدبت على مراتي وما قلتهاش، بس مش هو ده موضوعنا يا هديل. انا كنت بعملك اختبار دلوقتي، وهو انك مش مستحمله اي حد يطلعك غلطانه. لازم تطلعي اللي قدامك هو اللي غلطان. يعني العيب ده بقى عند ناس كتير قوي اليومين دول، لما حد بينتقدك او يخالف افكارك او يقول وجهه نظر مختلفه بتهاجمي من غير حتى ما بتفكري في وجهه النظر التانيه او تحاولي تفهميها او حتى تعرفي توضحي موقفك. عندك حق، انا كده فاهم. هو ده بالظبط اللي انت عملتيه يا هديل مع صاحبتك، هاجمتيها ومسحتي بيها الارض. خلاص يا عم مش للدرجه دي. لا ده فعلا اللي انت عملتيه لمجرد انها قالت وجهه نظر مختلفه. اسمعي انا عارف ان وجهه نظرها اللي قالتها دي قاسيه او حتى ما ينفعش انها تحصل في الحياه، بس حتى من غير ما اعرف البنت دي يعني ما تنسيش ان هي اللي هتنزل البيبي، وبعدين انت كده قفلتيها خوفتيها منك وخليتيها ما تتكلمش معاكي في وقت انا شايف ان البنت ضعيفه ومشتته ومش عارفه هي عايزه تعمل ايه بالظبط. صح. قولي لي انت قلت لها ان احنا نعرف بعض؟ الوحيده اللي ما قالتليش لا على صداقتي، كل اصحابي قالوا لي لا عشان متجوزه. شفتي بقى صاحبتك؟ بالرغم من ان علاقتنا تعتبر قدام الناس غلط، ما ينفعش يعني راجل متجوز يصاحب ست متجوزه حتى لو ما كانش في بينهم حاجه. لكن صاحبتك دي هي اسمها ايه؟ ساره. ساره سابتك تفكري وتاخدي قرارك بنفسك، وقفت جنبك حتى لو كان قرارك ده غلط قدام الناس. كنت اديتيها فرصه تفكر يا هديل، او على الاقل تبين لك انها بتعرف تفكر. ولو اني انا متاكد انها مش هتعمل اللي قالت لك عليه ده. عارفه ليه؟ ليه؟ مش عشان مهاجمتك ليها، لا عشان البنت دي عندها مخ وهتعرف تفكر وتاخد القرار السليم. انا خايفه عليها. هديل ما ينفعش واحده متعلمه وبتشتغل الشغلانه اللي انت حكيتي لي عليها دي ترضى انها تعذب طفل. كانت مجرد بتفضفض بتخرج اللي جواها، وحتى كلامها اللي هي عايزه تقوله انت ما استحملتيهوش. انما انت ليه يعني شايفك المحامي بتاعها؟ لا طبعا مش محامي ولا اي حاجه، ان انا معرفهاش، معرفش اسمها الا منك دلوقتي حالا. وبعدين انا اتعلمت حاجه، لما حد يهاجمني وينتقدني افكر واسمع الكلام بهدوء وارد برضه بهدوء. كان ممكن اقول لك دلوقتي مثلا محامي ايه وانا اعرفها، انا معرفش اسمها الا منك دلوقتي حالا، وبطلي استفزاز والطريقه بتاعتك دي، بس انا طبعا مش هعمل كده. ما هتعمل ايه؟ بمنتهى الهدوء كده هقول لك انا ما اعرفهاش، بس انت تعرفيها وتعرفيها كويس جدا كمان، والصداقه اللي بينكم تخليكي تقفي جنبها مش ضدها، توضحي لها الامور مش توتريها. ده حق الصداقه اللي بينكم يا هديل، بليز عشان خاطري عيدي النظر في موقفك معاها وما تسيبهاش كده، حرام. ثانك يو. Thank you.
اسفه يا ساره. يا بنتي امشي بقى، روحي شوفي شغلك والحاجات اللي وراكي. هفضل قاعده معاكي لغايه ما هبه تيجي. هو انا يعني مش عارفه اقوم افتح لها؟ لا مش هتعرفي، الدكتور قال النهارده ترتاحي وتفضلي نايمه. ما انا مرتاحه، شايفاني بعمل ايه؟ يوه انت رغايه ليه؟ هفضل قاعده معاكي، مش عايزاني؟ انا مش عايزاكي، مش عايزاكي، امشي. ما بحبكيش. امشي. تلتزمي يا غلسه. مستحيل. ايوه يا رجلي، مش ممكن اخدك كنبه. مجنونه. طيب. الله. هو الباب مش عايز فتح اهو. هاي صباح الخير. صباح النور. ازيك يا مصطفى؟ قولي مساء الخير يا هانم. الساعة كام؟ يلا خش. هبه جت، هبه جت، هبه جت. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا وحشتيني. وحشتيني انت موت. انا كويسه الحمد لله. الحمد لله. قولي لي يا سرسوره، حد ضايقك وانا مش موجوده؟ لا ما حدش ضايقني وانتي مش موجوده. لا البت دي جدعه قوي على فكره. مسليه مش كده؟ ايه مسليه دي؟ بتتكلمي عن القرد. وهتكون ما نامتكيش، انا عارفاها رغايه. دي نامت زي القتيله وصحيت بعدي كمان. يا نهار ابيض، ده انت شايله من امبارح. ايوه يا نهار ابيض. يلا هوينا بقى، روحي على شغل. انا فعلا لازم اقوم. لا تفطري الاول. لا لا لا، جايبه كروسون تحفه والله. مش قادره افطر. تفطرت؟ بقول لك ايه، لو هباتي معاها خلي بالك بس علشان عندها بس قله الادب. زوات. باي باي، شوفوا البرنامج النهارده. اوكي باي. قولي لي عملتي ايه في حكايه علياء؟ لازم تفكريني. ايه؟ بصي انا رحت محل جوزها وكلمته في التليفون. ها. بس ما عرفتش اقول له ايه، قفلت السكه. انت هبله يا هبه ليه؟ ما عرفتش اتكلم يا ساره. بعدين عايزه اقول لك اني شفته. ايه ده؟ ازاي؟ بيتهم في نفس العماره اللي فيها المحل. انا شفته في الجنينه. من الاخر كده انا عايزه اقول الحقيقه. انت مجنونه؟ لا طبعا، اوعي تعملي كده. ليه؟ انت رايحه المهمه واحده بس، هي انك تساعديه بشكل اندايركت وخلاص. انا اتفقت مع بابا دي له مبلغ كويس، بس ازاي مش عارفه ساعديني بقى. مشكله. فكري معايا بليز. انا اقول لك ايه؟ انت تقولي ان ده بقيه حساب شغل عملتيه مع علياء. لا مش هينفع، وهي اللي عملته عليا علشان تاخد عليها 250,000 جنيه. 250,000 جنيه؟ لا طبعا. ثانية واحدة بقى، مبلغ كبير. لا حس كده، نشوف حاجة تانية. هقوم افتح. اهلا يا عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. اتفضلي بسرعه. كويسه جدا. كويسه. جوجو. جوجو عامله ايه يا حبيبتي النهارده؟ كويسه الحمد لله. كويسه. الحمد لله تمام. ايه يا بنتي انت جايه مستشفى ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، عشان دخلت عندها المطبخ امبارح ما لقيتش عندها برتقال، وانا عارفه انها بتحب البرتقال. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الدلع ده؟ واحده جايبه لي فطار والتانيه برتقال، ده ايه ده؟ انا هاي كل يوم. لا يا حبيبتي بعد الشر، ولسه هديل كمان بتعمل لك شوربه وفراخ وجايه على طول. بتهزري؟ تصدقيني؟ قولي والله. المسيح الحي ما احلى. كفتسه كفتسه. فينك يا هديل؟ كفتسه عندكم مشاكل؟ لا خالص. انت براحتك. اوكي مفيش حاجه تتشرب هنا؟ اقول برتقال؟ يا طارق جبتيه يا اخي؟